النجم الكبير علي معلول. نروح لخبر تاني للنجم الكبير علي معلول، نجم الأهلي ينافس على أفضل لاعب في الأندية الأفريقية، وصلاح وتريزيجيه لأفضل لاعب أفريقي. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في الأندية المحلية داخل القارة السمراء، ضمت 20 اسم من 12 جنسية. علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي كان في مقدمة المتنافسين لهذه الجائزة. النجمان الكبيران جدا محمد صلاح وتريزيجيه أيضا بينافسوا على أحسن لاعب في أفريقيا. لكم بالظبط الترتيبات كمان، نجم ليفربول محمد صلاح ومنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر أيضا في القائمة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي. القائمة ضمت الرباعي الجزائري رياض محرز ويوسف بليلي وإسماعيل بن ناصر وبغداد بنجاح، أيضا حضورا مغربيا عن طريق زياش النجم الكبير أشرف حكيمي، كمان من تونس فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي.